اهلا بيكو في الفيديو بتاعنا ده. ان شاء الله هنتكلم عن الديسادفانتجز بتاعت الديمونستريشن كانستركشنال ميثود. في الفيديوز اللي فاتت اتكلمنا عن الديمونستريشن قدمناها وكلمنا عن 3 ستيج ديمونستريشن واتكلمنا عن الكاركترستكس وبعدين الادفانتجز بتاعت الديمونستريشنز. في الفيديو بتاعنا دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الديسادفانتجز بتاعت الديمونستريشن. مفيش حاجه في الدنيا كلها مميزات وما فيهاش عيوب. الديمونستريشنز على قد ما لها مميزات على قد ما فيها عيوب. واحد من العيوب الاساسيه اللي لا يمكن تجاهلها في عمليه الديمونستريشن ان كثيرا ما بتبقى مكلفه. لو احنا بنتكلم على ان احنا هنفك كاوتش بتاع العربيه، يبقى لازم يبقى في عربيه، لازم يبقى في ادوات للفك والربط، لازم يبقى في ادوات كافيه ان كل الناس تقدر تمد ايدها وتغير كاوتش العربيه. يا ترى هتجيب كذا عربيه وكذا كوريك وكذا كاوتش، ولا هتخلي كل واحد يعمل وبعدين يخرج واللي بعديه يعمل، وده معناه الوقت كتير هيتكلف. يا ترى الديمونستريشن فيها استهلاك لبعض المواد؟ لو انا بدربك على استخدام مخرطه مثلا غير استهلاك المخرطه نفسها، ما كل طالب هيبتدي يجرب انه يشتغل في حاجه هيبتدي يقطع في المتل، هيبتدي يقطع في حاجه عشان يطلع ورك بيس في الديمونستريشن ده، وبالتالي ده برضه تكلفه. فمن اهم المعوقات او العيوب اللي بتصاحب الديمونستريشن هو التكلفه اللي بشكل عام ممكن تبقى عاليه علشان نعمل ديمونستريشن كويس. طبعا الوقت. في الثري ستيج ديمونستريشن انت بتعمل ايه؟ بتقول انا هعمل ايه؟ وبعدين تعمل وتقول، وبعدين تعيد تاني او تخلي الطالب يعمل وانت تقول له، والطالب لما او الطالب يقول وانت تعمل، وبعدين الطالب يقول ويعمل. كل ده وقت. الوقت ده تكلفه. الوقت ده ممكن ما يبقاش متاح. لو انت عندك بتدرب 30 40 واحد، تخيل حجم الوقت اللي ممكن الديمونستريشن يستهلكه. من هنا طبعا ديمونستريشنز عشان كده ممكن بنحتاج ان يبقى في ناس كتير بتساعد، كذا اسيستنت للترينر او كذا ترينر شغالين في نفس الوقت، بحيث ان كل ترينر يبقى معاه عدد محدود وعدد قليل، فالوقت المستهلك ما يبقاش كتير. Which brings us to النقطة التانية. طيب يا ترى التكنيكال ايشو اللي محتاجة ديمونستريشن دي، في مدربين كفاية يقدموها؟ وممكن ما يكونش في مدربين كفاية، لان وحتى لو في مدربين كفايه نرجع للتكلفه. ما هو علشان يبقى تجيب 5 6 10 مدربين كل واحد منهم هياخد فلوس، يبقى توفر كمان المدربين الاكفاء ممكن يكون واحد من المعوقات اللي تخلينا ما نقدرش نعمل ديمونستريشن بشكل كويس او بشكل الاحسن او اللي نفسنا نعمله. ناهيك طبعا عن الاكسبيرينس، مش بس ان الواحد يبقى عارف، لا، انت محتاج ناس يكون عندها خبره، وخصوصا لما الديمونستريشن تكون بتتكلم على حاجه ديليكت او فيها تكنيكاليتي. زي مثلا لو عايز انا اعلم الناس يعملوا جراحه، انا جراح صحيح وعندي خبره كويسه في الجراحه، كويس، اقدر اوقف معايا كام طالب طب يتفرجوا عليا انا بعمل الجراحة. طيب عدد طلبة الطب دول محتاجين كام جراح كويس؟ خلي بالك الجراح ده بيشتغل في مريض، مش وارد انه يقعد بقى ايه يجرب ويقول طب بص لو عملت دي غلط هيحصل، ما ينفعش، خلاص. فهنا طبعا ده واحد من المعوقات الكبرى في او العيوب الكبرى في عملية الديمونستريشن، ان كان لا غنى عن الديمونستريشن في كتير من الحاجات، ومنها يمكن طبعا زي ما ذكرنا الطب. فعموما دي الحاجات اللي بتعيب الديمونستريشن او بتخليها مش سهل ان احنا نستخدمها في كل الاوقات اللي احنا عاوزينها. المعوقات دي او العيوب دي بالتأكيد ما تخليناش نستغنى عن الديمونستريشن، ولكن لازم تخلينا نعمل حسابها قبل ما نبتدي.
في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نتكلم على بسرعه اكشلي، مش يعني مش هوش هيبقى فيديو طويل، ازاي نعمل اسسمنت لعمليه الديمونستريشن، وده هيبقى اخر فيديو في المحاضره ان شاء الله بتاعه demonstrations as instructional methods. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.